تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على الشاده اف ام، برنامج البطوله. كنتسناو حتى كيقول لنا جمال اكسيون عاد كنبداو. مرحبا اخي جمال، ولكن علاش خويا جمال خصك تعذرني؟ لانه كاين تشويش هنا من عند ايمان، ما عندنا كي نديرو. تحياتي كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. تحيه استعتونيا ياك انت وياه الله جمال بدينا تشوفوا كراسي تبقاو تغوتوا. الله يرضي عليكم، خليوا لي السفل باش نقدر يلا ندوز ساعه ونزل. تحيه ليك وتحيه لجميع الصديقين والصديقات والاخرين المنافقون في الدرك الاسفل من النار. الدريات اللي معنا هما، هي تحيه لهم، مرحبا بهم. نتمنى يدوزوا معنا ساعه ونص ان شاء الله في امن وامان. ما ايمان صافي وغنسمح لنا، راه كنا كنتناقشوا انت ما يمكن ما عجبكش هذا الشيء. اودي الله يرضي عليك، هكا تعرفنا. نحيا يا اخي فخر الدين. نحيا للحيا، نحيا طيب كنا كنهضروا على واحد المواضيع الساعه ولكن ما عليناش، خلينا يلا سير توكل. البارح كانت الذكرى 13 لوفاه عبد الرزاق مكوار الله يرحمه. البارح كانت ذكرى وما عجبتي انت الذكرى ديال دفاع الحسن الجديدي. ارتأيت على انا قلت خلي الحمد لله ايوا شنقول لك، الحمد لله عشنا مع ذاك السيد الله يرحمه، سعداتكم دوزنا مع والله الا سعدات شفنا مع جميع المسائل اللي اي واحد يقدر يتمناها، اللي كتجلس معاه كتستافد، ولا جا عندك اللوطيل ودار معك شي اجتماع كتستافد. يعني جميع التدخلات ديالو كانت عنده عقليه احترافيه في ذاك الوقت، وسبحان الله العظيم الله يرحمه كان كيشوف بعيد بعيد بعيد. راه ملي كتجي عنده كتبغي تهضر معاه على بحال دابا غنعطيك واحد القضيه، ويمكن دابا جيتي بغيتي دير لي بحال دابا شي شونطاج ولا شي حاجه، بحال تقول لي انا ما غنلعبش اعطيني ولا هذاك الشيء. شو سبحان الله العظيم هاد العقليه ما عندوش هو، تيقول لك انا ياك لاباس هاد الماتش زعما اش فيه؟ واش فيه شي حاجه اكسبسيونيل؟ فيه ثلاثه نقاط وفيه هذا راه تيمشي معك بهذا المنظور. تيقول لك انا يمكن غتاخذ دابا واحد لاصوم ولكن خمم معايا ما في اللي جاي، اللي جاي غيكون احسن من هذا. بحال كيوجهك الاحتراف، تيوجهك بزاف ديال الحوايج. وفي عهد ديالو شفنا المباريات ديال الاعتزال كثقافه ديال الاعتراف اللي كانت عند السي عبد الرزاق مكوار الله يرحمه. بدا اول ما دار ليكول، اول ما دار المدرسه وحنا كنلعبوا باقيين ديك الساعه، شفنا فيها كاع هذوك لي زونسيان كلهم كيأطروا، هما اللي كيأطروا ديك الساعه. راه ما كانش هادشي ديال الدبلومات وما كانش هذا. هي كان اونسيان جوار التجربه ديالو، التجربه ديالو كيدخل كتعطيه دراري صغار، وفعلا في ديك الوقيته راه تبارك الله ديال وبقى داكشي غادي متسلسل، بقى غادي 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 تبارك الله. يعني وكان الله يرحمه كان واحد المقوله ديال فاش فتحت ليكول قال لك راه ماشي كلشي غيطلع لعاب، كاين واحد الفئه اللي غتطلع لعاب، ولكن انت اللي ما طلعتيش لعاب غتطلع مواطن، غتطلع مشجع. شي مشجع كان كي هو باش دير هذيك كوب دي موند وتجيب في هذاك الشيء ديال الفراقي وذاك الشيء اللي كان تبارك الله وسلام. انا كنقول لك يمكن كان سابق الوقت ديالو. كان سيرفيسك كوار الا مشيتي عنده للدار وجلستي معاه كتقدر تمشي غضبان. دابا انت قلق كلمك هذه غنقولها لك. انا عشت انا وهيرس الله يرحمه، الله يرحمه، كنا كنطلعوا عنده في واحد كان ديك الساعه 103 كان كل شيء عنده ديك الساعه. الموتور كيمشي كتجي كيعطيك موتور باش تبدا تحرك باش كتحرك. كنكونوا غاديين عنده غادي نقولوا ليه وغنقولوا ليه وغنقولوا ليه، فاذا به تيحل لنا الباب تندخلوا قهوه قهوه صافي. ما كان ملي كنخرجوا تيقول لي راه دار لنا شي حاجه راه ما يمكنش. الله يرحمه مسكين، راه حموم بجوج دابا الله يرحمه، راه في دار الحق، لا حسن هيرس ولا سي عبد الرزاق. عبد الرزاق مكوار العائله انا بعدا من المسيرين اللي كان ليا الشرف. هو راه ما كانش رئيس اكثر ما كان، كان فيه بزاف لا دبلوماسي بعدا. لا العائله هو ملي كتجلس مع السي عبد الرزاق العائله يسولك بعدا يقول لك واحد القضيه، واش كتشوف يمك؟ عرفتي هادي وتمشي تقول لي تغلط وتنسى وتقول لي لا راه ما يخرج كيقول لك نوض، تيقول لك واش شتي يمك؟ حاجه اخرى كان كيقولها، كيقول لك بغيتي تسعه قصد ديال الكبار، ديال الكبار عطاك كيعطيك شي حوايج ما يمكنش. منير تربيتي مع هاد الناس بحال هو الله يرحمه، بحال اسماعيل الخطابي، وبحال واحد عدد كبير ديال الرؤساء ديال والمسيرين ديال الوداد، بوبكر جضاهيم
اللي كان كيصول وتبارك الله والمنصب اللي كان عنده وهذا ما يمكنش لك ما ترضعش من عند هادو شي حاجه اللي ما مزياناش لا هما لا المدربين اللي كانوا انذاك اللي كنهضروا عليهم واللي كيعرفوهم كاع الناس. وانت غادي وانت غادي ما يمكنش ما تسمعش يعني ممكنش. شوف مكونات كلها كتجمع باش راه هي اللي عطات دابا باش كتقول انت علاش كنقول لك انايا الوداد راه ملي كتنطق وتقول اسم الوداد بتاريخها الله يرضي عليك باللي دازوا فيها رجالاتها بداك الشيء كل واحد كيجي كي ما عندي ما نسى كيكتب واحد السطير كيكتب وكي هذا وكيمشي 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 والكتاب راه تبارك الله راه كبير فقلت انا والله الا حصل لي الشرف زعما في البدايات ديالي الحاج عبد الرزاق مكوار غير احد الاصدقاء ديالي مات الاولى ديك الساعه ديال البورتابل باقي ما كاينش وكان مريض مسكين وكيهضر مرحبا هذا ثم واحد اخر اللي حصل لي الشرف هضرت معاه هو عبد الواحد معاش الله يرحمه حتى واحد اللغه عربيه مريش فين مشيتي واحد اللغه عربيه يا اخي الله يرحمه يمكن ما حضرتيش على الطيف السمنالي الله يرحمه شفتو شفتو في الصور معاك ديك الساعه وزير ديال الشبيبه والرياضه وتشوفو نيت كيدير المعطي بوعبيد الله يرحمه راه كانوا ناس موسيقيين هادو ترأسوا اي 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 مرحبا حتى ماشي هكاك راه الهيبه واللي بغيتي واللي بغيتي فالله يرحمهم كاملين الله يرحمهم الله يرحمهم كاملين واللي باقي في الحياه من هاد القدام الله يطول ليه في العمر والله يعطيه صحته. تحيه لكل مستمعينا موعدنا معكم كيف العاده بدايه من 4:30 على الرقم 0522 36 92. تحيه لكل اصدقائنا متتبعينا على قناه شاده اف ام في اليوتيوب. اليوم مستمعينا الكرام طبيعه الحال في هذا الاسبوع ديال لا فيفا غنديروا اطلاله على الفريق الوطني المغربي ثم في الجزء الثاني بعد الكواليس المرتبطه بهذا النقاش الدائر حاليا حول المكتب المديري ديال الجامعه لانه تسدات الترشيحات نهار السبت بتقدم لائحه واحده اللي هي لائحه فوزي القجع. اذا فوزي القجع هو اللي كاين السؤال هو من معه شكون اللي معاه كاين بزاف ديال الحوايج اللي كدور حاليا. غنديروا اطلال على الفئات الصغرى ديالنا ديال الفريق الوطن المغربي ثم اخبار اخرى متفرقه عندها علاقه بكره القدم المحليه وبطبيعه الحال مع التعليقات ديالكم مع التفاعل ديالكم في واحد المجموعه ديال المواضيع. انا بغيت عندي واحد اللاعب منسي اليوم شكون هو سي محمد القدميري بلحيته الاخ ديال فوزي قدميري كنشوفو قدميري ديال الاولمبيك راه كاين في المدينه في واحد عند ادي بنيت في مدرسه ديال كيشتغل تمايا واف قدميري وما ادراك ما ادراك الطريقه ديال اللاعب ديالو في كل شيء باقي الان ملي كنبغيو نمشيو نقصرو ولا شي حاجه كنقلبوها ضحك. انا نقول لك شي حاجه وحق الله العظيم انا كتب لي لعبت في المدرسه الاولمبيك البيضاوي كان واحد التيران جانبي كنا كنلعبوا عند موح الله يرحمه عند موح وميم طون فين كاين التدريب ليكيب بروميير ديك الساعه ديالهم فابور وين ها القدميري والله الا الغوات ديال القدميري اللي كتسمعوا من انا وين كان في قاعده وكانت شي حاجه اللي كنهضر معاك دابا كنقول هذيك لاغاج اللي عنده ديال لا ملي الصغار ملي لي كاتيجوري كيتفرجوا في ليكيب بروميير لعبه راه يا سلام باش كتزيد واه تبارك الله لعبتي ضد القدميري كيفاش لعبتي ضده؟ لا لعبتي ضده زعما ذاك الفاس فاس ديال ويلي ديال لاتاكون ضد لو ديفونسور ماشي مره ماشي جوج ماشي مره ماشي جوج كاينه واحد المباراه تبقى ديما في الذكرى هي ديال المركب محمد الخامس انا لاعبين ديال فريق الوداد ما كانوش عندنا شي تسعود شيف السيليكسيون ديال هذا مفرقين ودخلنا ولعبنا ذاك الماتش عطاونا هما الورد وداك الشيء وكانت عندنا فرقه على قد الحال دخلنا بالدراري ديال السبورت تقريبا كنت واقيلا عندنا كنت انا وحسوني وفاسيلي واقيلا وحنا ثلاثه اللي بقينا عطاونا كانوا زوكات والشوح وبلغه وداك الشيء وربحنا دابا باقي كنجبد عليه واللي كان حابس عرفتي شكون عبد الهادي شادلي شادلي اللي كان في ليسبوار ديك الساعه شادلي هو اللي حابس وقال لي انت ما بقيتش كيحملك با قال لي ما كنتي قال لي يلاه هذا راه كيجبد عليا ديما شادلي قال لي ما عقلتش انا بان شادلي انا كان هو اللي كان في البوطو ماركي ثلاثه على شادلي والله العظيم ما كانش لابس ذاك التوني اللي مزوق ما عرفتش والله ما عقلت المهم هو تيقول لي راه تكرفستي وهذا وقيله كنضحكوا تحيه لهاد الشادلي اللي هو دابا مدرب ديال الحراس تحيه للقدميري فوزي راه كنشوفه كاين فوزي كنشوف فوزي حميميد اللي كان ولي شويه كي ما كنشوفوش بزاف ملي كنطلع للمدينه ولا كان الاخ ديال اسمه محمد حميميد السميه هذه ديال المدينه هذه السميه اللي خصنا ديك الساعه والله العظيم لا ملي كنحبها ما شفتو واه حميميد
باقي محتفظين ديك الصوره ديال داك بولحيه اللي كابيتان حميميد بالضحك ديالو بالتدخلات ديالو ملي كنتلاقاو في المدينه كيسخر لها في شي ماتش بعضياتنا مع الدراري القدام ولاد المدينه وهذا تنضحكوا شويه وكندير تحيه ليه بحال هاد لي بروفايل اللي دازوا في الكره المغربيه بزاف ما جاوا في واحد الوقت اللي كانت الدنيا عامره لا استفادة ديال الكرة الاستفادة ديال الكرة المغربية منهم من بعد منين شنو الكرة منهم من بعد ما بقاش تهضر مولير ها كتبغي تجبدني وصافي انا كنسول الاستفادة من سميتو مولير الله يهديك راه خص يكون عندك اشخاص اللي كيديروا هادشي اللي عندهم تشوف قلت لك انا سي عبد الرزاق مكوار الله يرحمه قلت لك اول حاجة دار وبقات عنده شي هذيك المباراة ديال الاعتزال لعب باقي كيديرها كيجي وكيدير كيتكرم راه دار شي حوايج اللاعب كيستاري دابا كاع ما كنعرفو امتى سال راه خصنا نوصلو حنا لواحد الوقت حتى لا حنا ما كاين مشكل ما هذا راه خص فرقي كاملين ديال البطوله والمسيرين اي لعب نسيقولو الخبر امتى مشى بحال اللي كيديروا في المانيا في كلشي كيديروا ليه مباراه في هذيك المباراه واللي لاعب ديال البطوله كيتكرم كيخرج وكيسلم على الماتش والمباراه شنا ديبالا تيبكي شنا ملي كيبغي يدير الوداع ديال شي فريق تيسقوا ليه الخبر لا هنا كاين الوداع في بلايص اخرين كتخرج من سميتو دابا تقدر تمشي تلقى اوراقك عند العساس دابا 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 منير حنا كنهضروا وكيفاش غادي يتغير هادشي كيفاش كي غدير ليه ها دي لا يغير لا يغير الله ما بقوم عاد زيد هذوك النوع ديال البشر اللي هو ما عنده والو ومخشي وتيزيد يتخشى وكيبغي يبين بانه راه هذا وبزاف هو تيقول قد ما غادي يشوف قدامه ناس ديال الكره وقد ما هذا هو كيزيد فهمتي عندك ما دير وقد ما غادي كيقرب للمركز ما شوف منير الله يرضي عليك انا بعدا الحمد لله وليت كنقول صح شتي هذاك شتي ذاك النهار نسى عليا هذه القضيه ديال حقه واللعيب وهذا الله يرحم باك نهضروا مع الناس ونتحاوروا معاهم ونديروا ونتمناو خير ان شاء الله في المستقبل عرفتي لمن الناس اللي جايين الجيل اللي جايين ولكن هادشي راه ما يمكنش يتبدل الا ما تبدلتش العقليه واش انت شنو نقول لك مونير معاك الحق معاك الحق راه شوف مونير راه كتعي راسك انا كفخر الدين ما كاين حتى شي مشكل مسامح اوكي اللي جاي من بعد انا بغيت هذوك الناس اللي غادي يجيو واللي غادي ان شاء الله من بعد انا نكون جالس ونسمع بانه وداع لواحد وسط الماتش والدار هذا فين مع كل الاسف وهاد المباراه التكريمه راه ما كانت والو مونير اهلي كتعرض على فريق وكتجيبو الفندق ولا هذاك الشيء وكيجيب بالفور شي فور الوداد هادي وما ادراك ما الوداد الحمد لله اللي بغات تجيبو تجيبو وحتى الانديه اللي ما كانتش كتجيب فرق اجنبيه كيديروا النادي في مواجهه ائتلافي لونطونت ويداد راجا دابا الناس ناشطين دابا ولا الخوف اودي دابا ولا الخوف دابا الرئيس تقدر تهضر معاه تيقول لك اودي نبغي ندير انا لا يقول لك انا فلان ينوض ليا فلان ينوض ليا فلان دابا هذا هو اللي ولا هذا هو المشكل هذا الكارني الكريدي عامر ما عندي ما نساك لعبك اذا انا بالنسبه ليا راه ما نلومش انا هذا حديث كنت جبدته انا مع الرئيس وتيقول لك اودي انا ما ها حنا تبغي ها شوف كاين وجوه غنبغي ندير تكريم ولكن بمن غنبدا ماشي بمن غيبدا بالعكس الا كنتي من غندير الا كنتي غادي دير نورمالمون راه باين كتكون باين القضيه ولكن عاوتاني راه عندنا مشكله مولاي حنا عندنا مشكل اودي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اليوم كاين واحد المجموعه ديال المباريات فخر الدين كاين وحده اللي وحده ديال الامارات و ديال استراليا استراليا كتهمنا بشكل او باخر ما كرهناش هذا المنتخب العربي حتى هو ولكن المشكله تا غتسالي ودوز تلعبي مع البيرو اودي الا كان ماتش واحد كان احيانا مونيا لا ماتش واحد ماشي بحال اللي وراه غادي تواجه واحد الفريق منتخب اللي مسلوخ عرفتي دوك كوبا لاميريك لاتين عرفتي شحال ماتش كيلعبوا مونير تيكروا انت بانه غيكون زعما ذاك الجهه ديال ما عرفت حنا نتمناو خير الامارات كي قلتي انت ولكن نشوفوا منتخب العرب هذيك الامارات اللي شفتي انت في اخر مره شفتها نسخه ما كانت ما عجبتنيش راه علاش كنمشيو حنا دابا تنبازيو على واحد المعطى كاين تخوف وهذوك الاستراليا مونير عندها واحد القضيه سبحان الله العظيم بحال ولات اختصاصيه في هذا الملحق سميتها الاسترالي الملحق راه ملي داز هي الاسيا واش عارفها وما عرفت كيفاش تتصيدوا هذه المره اللي بقاو في الملحق ما كانوا كيدوزوا ثم البارح المباراه ما عرفتش شتي ولا لا ديال فرنسا مع كرواتيا شفت منها بريمير ميطون ايوا خصك تشوف دوزام ميطون كي جاوك كرواتيا ولا ماشي كون جا كرواتيا دابا انت كرواتيا انت انا حيت الخصم ديالنا حنا انا مربع يديا ياك وكنتفرج
كنشوف كرواتيا ايه وكنشوفهم مواجهين واحد الفريق منتخب اللي شامبيون دي موند ماشي شامبيون دي موند بعدا دي شوم قلص 10 ولكن هذوك اللي مدخل راك عارف ديك الحراره ديال باغيين ينتصروا باغيين وكنشوف اخرين كيفاش كيشدوا الكره وكيحطوا كيديروا كنحط راسي وكنقول بلاتي واش زعما حنا ملي الا ما تراسك تما فوالا واش حنا غادي الا ما تقاديناش الا ما تقاديناش واش عندنا باش واش كيديروا الكواري باس مورا الظهر ابونيل واش خبرك واحد القضيه قال لك حكيمي تما واتصمت لا هما ولا راه ولات واحد القضيه عند الفرق هاد المنتخبات خطيره تيلعبوا مورا الظهر تيعطوك باس تيخرجك منك البوطو اما ذاك مودريتش البارح 150 ماتش او راجل ويلا غيبدا قال لك راك ولا و150 يلا غيبدا يلا بادي انا وجهو كيولا كيبان لك ما 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 بحال يلا غيبدا في السيليكسيون وغيبين بلاصتو فالتقدم كان المنتخب الفرنسي البارح بوسط رابيو في الدقيقه 52 هدف ديال التعادل اللي غادي يجي من بعد الرجوع للفار ما كاينش هناك شروط اذا كاين ضربه جزاء بينالتي ديال كراماريتش البينالتي كان واعر او ما نساش الغارديان ديال بيدي فرنسا البارح راه كيهضروا عليه راه هو اللي في لاسيد ميلان ودابا كيطالبوا على انه ان شاء الله في قطر هو اللي يكون برومي صافي بغاو يوريس الجمهور تيقول لا قال لك 35 عام تبارك الله عندنا دابا ان غارديان دو بيت خصو يكون نيميرو 1 اوكي القرار لان قال لك عنده جميع المؤهلات باش يكون غيبقى قرار ديال ديشون قرار ديال ديال ديشون دي دي ديشون اليوم كاين واحد واحد الكلاسيكو ولا شنو غتسميه ديال الالمان مع الانجليز هذا زوين تيكون دائما زوين هذا الماتش هذا في 8 الا ربع فالامارات واستراليا غادي يلعبوا في 7 وفي 8 الا ربع المانيا مع انجلترا وليطالي مع مع لا هونغري لا هونغري اللي كانت ربحات انجلترا ذاك النهار وعجبوني ديك الطريقه اللي داروا ديال الدنمارك مشاو عاوتاني وربحوا ربحوا على برا ربحوا على برا ربحوا على برا بجوج واحد هذه اللقاءات اللي كاينه اليوم في الوقت اللي بالنسبه للتصفيات ديال كاس افريقيا كاين مباراه المهم انا نعطي البرنامج باش ما نحقر حتى شي مباراه بغيت نقول لكم زعما كاينه رواندا مع السنغال ولكن كاين مباريات اخرى حنا غادي نتكلموا عليها دائما التصفيات ديال كاس افريقيا 2023 واللي كنا بدينا فيها النقاش على انه واش كاين شي خارطه كاين شي تغيير واش كاين شي منتخبات اللي فان دو سيكل واش كاين شي منتخبات اللي مازال ما بانت ولا هذه هي الصوره ديالها في الاقصائيات نقاش كثير حول التصفيات ديال كاس افريقيا الامم فالبرنامج ديال المباريات اليوم وغنعطي معاه حتى النتائج ديال البارح ف اليوم سيدي كاين غادي تلعب رواندا مع السنغال الكاب فير غادي تلعب مع الطوغو وزامبيا غادي تلعب مع جزر القمر زامبيا جزر القمر مع الخمسة في 6 ونص الكاب فير مع الطوغو وفي 8 رواندا مع السنغال في الوقت اللي مع جوج راه كنظن انتهت المباراة اسواتيني خسروا مع بوركينا فاسو بثلاثة لواحد حتى بوركينا فاسو بمدرب جديد هوبير فيلود اللي بدا معاهم حتى هو سيكل تيعجبوني هذاك المنتخب منير كيجتهد بوركينا فاسو تيجتهد البارح غينيا الاستوائيه ربحت ليبيا بجوج لصفر هزيمه ديال منتخب ليبيا ليبيا اللي دارها ربح بالنسبه لي انا بهذاك الشيء اللي كيعيشوا مساكن تحيه للسير رضوان سعود رقم واحد رضوان من نيويورك قال لك تحيه صباحيه من نيويورك الله يبارك فيك خويا سي خالد الصديقي اهلا وسهلا فؤاد دوسلدورف تحيه خويا منير من دوسلدورف الله يحفظك سي فخر الدين خويا فخر الدين تحيه لعبد المجيد حكام سلام الله عليكم مسكين. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا صدق الله العظيم السي عبد المجيد كايزر اهلا وسهلا سي حسن دازو قبل كانوا مزيانين تكنيكمون فيزيكمون دابا ولينا كنشوفوا وحده من جوج وقيلا وقليل اللي كيجمعهم ما كتشوف زعما داك عرفت عرفت شنو يقول لك كاينه القضيه هو اللي ما عرفتي علاش هو شوف هذيك راه الطبيعه عطات لعابه لي كارتي عاونوا بزاف امونير الكارتي كان كيعاون بزاف اليوم الكارتي تقريبا افتقدناه هذاك الولي اللي غيخرج يلعب في الزنقه كتلقاه شاد سميتو انجوي وباغي تيلعبها محمد الوادي السلام عليكم خي منير سلام على سلم على فخر الدين خالد وزيتش داير فيها بحال داك اللي بغى يتزوج مشى يخطب سولوه فاش خدام قال لهم خويا طبيب عوض انه يركز على المنتخب يقاد فيه الاخطاء هو كيقول الهضره الخاويه ديما
ودابا بالنسبه ليا انا اللي بغى يمرض راسه هو اللي يسمع ليه. اه سي فري، يمكن بحكم المهنه انا خصني نسمع شنو قال، ولكن كاين شي حوايج اللي تقالوا ما نديرش فيهم صافي. تحياتي برنامج رائع سي حمزه تويكي، الله يحفظك الله يبارك فيك. ولهلاح الشمنة اجينت ساراو في كندا، قال لك ديماكرات واحد السيد هذا مسمي راسو اجينت ساراو في كندا. الله الله، قول الفريق اش بان ليه اليوم في الامارات واستراليا والمانيا وفرنسا. تكلمنا هضرنا عليه قبيلة سي اجينت ساراو سي محمد الولدي اجينت ساراو طارق بن تونسي، تحيه اخويه للسي فخر الدين سي منير. عبد المجيد زياد سي محمد قال لك بارك السلام عليكم، بارك الله على الشرف الحرار اللي ما يدوزوا عار. الله يحفظك سي زيد. كايزر سلام فريخ، تحياتي فارس كازابلانكا. الله يبارك فيك. تويشيات، تحياتي سي منير سي فخر الدين. تويشيات سي محمد خلوفي كيحيينا بجوج، قال لك الله يدير شي تاويل ديال الخير لكره القدم الوطنيه والرياضه بصفه عامه. امين ان شاء الله. امين مؤيد، تبارك الله على خويا فخر الدين وخويا منير، يحبكم في الله من السعوديه. الله يكثر خيرك خويا. ياسين ادار، تحيه للسي منير سي فخر الدين. هردو زانا الاخر اليوم، لا انت في وسط الترتيب اليوم ما تخافش، ما غاديش تنزل القسم الثاني. سي عبد الاله حلنديف، ايها الصادق السلام عليكم ايها الصادقون، تحيه اخي منير الرجل فخر الدين واعني ما اقول. الله يكبر بك سي عبد الاله. قول لفريق علاش ما نشوفوش أكاديمية نادي الوداد الرياضي بمختلف الدول الإفريقية جنوب الصحراء؟ نجاوبو. اها. نشوفو بعد أكاديمية الوداد في المغرب. اه صبري. هي الأولى. عاد. اه. عاد نمشيو للبلاصة. حيت راه هنا خصها تكون هي الأولى. هي الأولى. اه باش هي باش كدير الإشهار من هنا. عاد كتوسع النشاط ديالك وتمشي دير. واخا غير صبر معنا داك الشيء. السلام عليكم الاخوان، سي محمد كاكيست، وداد الامه ليسانس 17 درهم وحيد اللهم هذا منكر، خص هذا الشيء سي واحد يعرفوا بعد هذا الشيء. سي محمد الوالي تحيه لك اخويا، تحيه لويان عزيز وغالي، ولكن اي سي ايوان هذاك رايك اخويا، يقدر يعجبك ما يعجبكش، ولكن شوف كل منبر عنده الخصوصيات ديالو. الشيء اللي غنقول لك السي ويان كيقارن بين برامج هذا اختيار الشيء اللي كاين ما عندك مد. سيموني موني اخر تعليق، سلام على الصادقين والصادقات، تحياتي تحياتي للعمالقه وقودي الامر الله يحفظك سيمومي بارك الله فيك. دابا كاسمال شدايفان، حنا مواصل معكم مستمعين الكرام برنامج البطوله، في الجزء الثاني غنتكلموا على الفريق الوطني المغربي وعلى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ما تمشوش بعيد. مستمعينا الكرام نذكركم بالموعد ديالنا معكم اللي هو 4:30 على الرقم 05 22 36 92 92، اعيد 05 22 36 92. وتحيه لكل مشاهدينا على قناه شدايف ام في اليوتيوب، انا غادي نجي باش نقرا باقي التعليقات. واحد الميساج صيفطوا لك سي حسن مرزق، الله يرحمه، كيعطيها لك كتلقاها منك غادي سميتو حل في 86 شكون كان عطى الباس للكريمو كريمو في تروازين وقيلا وقيلا هو ولا تيمومي وقيلا سميتو وقيلا حموده. المهم كانوا عندنا دي جوار تبارك الله اللي عندهم هاد الفيزيون ديال لو جو. خصك فيها جوج، خصك هذاك اللي كيعطيها مورا الدار وذاك اللي كيمشي بعدا مورا الدار. كيمشي بها وحيد رحال ديكاج عموته رجل المرحله. الله اعلم. عصام وحيد ارحل. واخ واحد كاتب لي يا سيدي، هو ما بغيتش نعاود نقول الاسم لان تعودنا منك دوك التعليقات المستفزه، ولكن غنقرا التعليق ديالك. قال لك السي منير غريب امرك، ولا كلمه شكر لفوز القجاع الذي كان جزءا من فوز الوداد وبركان باللقب، وله دور كبير في تحقيق انجاز تاهل المونديال للمنتخب الاول والمنتخب النسوي لاقل من 17 سنه. علاش نقول ليه شكرا؟ لا كنتي دابا حنا جا مجرد كلام لوقيت اللي كيربح شي فرقه ولا كيتعالى كنهضروا بصيغه الجماعه، ولكن بصيغه هذاك الشيء اللي كاين حنا لا دابا هو يمكن كان بغاك تجي وتقول الفضل لفوز القجاع كيرجع لهذا هو اللي دار وهذا يمكن هو بغى شوف بغى راك تعالي ذاك النهار ما عندك ما دير ليه سير معاه قول له ودي ما كاين حتى شي مشكل. هادو اللي قلتي كلهم كل حاله هضرنا عليها بوحده. شوف حنا فوزي القجاع نهار اللي غادي تجي الحساب ما يمكنش يكون عنده كل شيء سيء، وراه ماشي كل شيء سيء الله يرضي عليك، عنده الايجابيات وعنده السلبيات
الله يرحمه. ما عمر شي واحد في التسيير ولا في ما داز ما نحملوه مسؤوليه. كرة القدم النسوية عمرنا هضرنا على السلبية ديال القجع. لا بالعكس كنا لا وانا قلت لك انا حضرت الفوتسال عمرنا هضرنا على السلبية ديال القجع. انا الكرة النسوية حضرت ليها وحضرت ليه هو قلت لك ديك من المسائل اللي كان كيضرب في الطابلة وهي الكرة النسوية. فوتبول في ميلان ما كاين حتى شي مشكل. قلنا لأوديسات نتيجة ديال واحد المشروع ديال سبوريتود ها هو غادي فوتسال راه كنا هضرنا عليه ميران دابا. هو هذاك الشيء ديال ذاك السكس تقربي ذاك الشيء ديال ذاك الشيء تقربك نطح ذاك اللي ما ذاك الشيء ما عرفت يمكن إلا كان بنادم واكل شي فانيدة إيه وما عقلش تقدر تبقى دير بحال هكا. هو الشكر تيدوز بروفيسيونيل. ياسين العيدي شكرا ديشان ميرسي ديشان شكرا ديشان ميرسي اسكاليت ديشان. عمرك سمعتي رئيس الجامعه الفرنسيه سميتو؟ او ديما اوكي هبط الهبط عندهم البارح مع كرواتيا ما شتيش؟ لا ما شتوش ولا كان هابط كي هو كيهبط للتيران كان يهبط والله ما تعرف كاين واحد شي فراخ والله ما تعرف شكون مسيرهم يمين بالله. لا ملي ولا هذا كيهبط للتيران صافي تعادى لعبت لك انايا والله ما تعرف شكون. ياسين العيدي سلام سيف خير الدين منير على ما اظن ان السي وحيد حقق ما اتفق عليه من الطرف المهم اتفق عليه مع الجامعه ونقطه التي اثارت الجدل هي حمد الله وزياش راه متفقين على انه حقق الاهداف الا عنده في الكونترا كارت فينال راه قال لهم درت كارت فينال تاهل كاس العالم مزيان هادشي ولكن من بعد انت تبارك الله على اقيلا للاسف ان العقد ما فيهش انك خص تكون كتلعب كره مزيانه ولا تكون كدير مستوى مزيان في العقد هادشي علاش. عصام تبارك الله على منير وعلى فخر الدين صراحة بادرة زوينة دارت من اللي داروا اشهار في ماتش ديال نيوزيلندا اللي تلعب في الاسبانيول برشلون اشهار اكادير وسوس مس مزيان الله يسخر اودي الله يسخر فعلا طاهر الخلج ايمن اييه عثمان خالد رونار احسن مدرب للمنتخب في كأس العالم رونار السعودية وغادي منتخب الكأس العالم حتى هو صافي نساو علينا داك الشيء. سلام سيف خير الدين على ما اظن واخا تحية صادقة للصادقين والصادقات هذا وهذا طارق ويحيو الصادقين والصادقات والاخ بولير والمايسترو فخر الدين شكرا على الحيادية والموضوعية الله يحفظك. قال لك بغيتك تهضر على المنسيين في بني ملال وعلى نجاح عندي شي سميات منسيين غادي مره نجيب بني ملال سافر شيبات الله يهديك اللي كان في ميدان تبارك الله نجاح الولاد نجاح تبارك الله راح احترف باقي الان هذاك الفارق اللي احترف به كيتفكروا وكل شيء احترف العين جيب ان شاء الله جيب المناسبه ان شاء الله ونتكلموا عليها. السلام عليكم ورحمه الله ساموراي سيبا علي بابا كون غير عطاو المنتخب الفخر الدين حتى الا ما درنا والو والله حتى غنشبعوا غضحك وخليك شبع ضحك دابا نيت لا تعطيه لا ما قلت حتى ما درناو شبعوا ضحك شبع ضحك عليا ماذا هذا مره كيشرفني مسكين مزيان بكون عايش شوف لي شي حاجه اخرى انا نخلي هذا المنتخب بلاتي شويه واخا يلا سعدي بابا شوف شي حاجه ما رضي عليك شوف شي حاجه اخرى تكون قريبه. ياسين حلوان السلام عليكم الله يصبرنا مع هذا خليل وزيتش المدرب الوطني هو الحل الواقع هذا ديال بوسكي سكولاري دي شامب الماضي شحاته وزيد 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 ما عليناش صافي. نصيحتي لفخر الدين هي قول الشاعر ايا ضاربا الجبل براسه يريد ان يهده اشفق على نفسك لا تشفق على الجبل. واش غدير ليه؟ بعض المرات شي مواضيع كينيرفيو كيبقى هو كيضرب الجبل باغي يهرس الجبل ولكن ما عمره ما غادي يهرس كيفاش الجبل. فهمتي المقصود من البيت الشعري؟ لا بما فادو بلا ما تمحن راسك الجبل عمرك ما تقدر تهرسه براسك. لا احنا ما غاديين بيان سور شوف انا احنا غادي نقدروا نهرسوا الجبل ولكن يعني بلا ما تبقى تحس براسك بشي اراء وداك الشيء راه غادي يتبدل. منير ماشي هادو اراء وغادي كنهضروا مع الناس راه هذه حياتنا احنا كنهضروا هادشي اللي كاين. انت بحال كيقول لك ولمن تنادي؟ لا حياة لمن تنادي ياك ولكن راه بزمانك غادي تبقى تهضر وبزمانك مره تشرح وتقول واجبك تبقى تهضر وما عندك ما دير منير تنتمناو شوف حنا كنقول لك نتمناو خير بهذا الشيء اللي جاي في المستقبل ان شاء الله. وانا غادي ندخل معك للمنتخب الوطني المغربي بقى يومين على المباراه ديالو مع جنوب افريقيا سالت المباراه الوديه مع امريكان وحنا تعودنا في طيله هذه السنوات فاش كنتبعوا واحد خليل وزيتش كيقول لك اسيدي حنا اللي كتهمنا في الماتشات المباريات الرسميه هي النتيجه
On n'a pas bien joué, mais on a gagné. Le plus important, c'est le résultat. Il a acquéré. D'abord, les salines, on a fait le match. Les leaders, on a fait le match amical. On a fait le courant, on a fait l'équipe. Où est-ce que le match de l'Union africaine? Les qui a mené, où est-ce que le match de l'Union africaine? Où est-ce que le match de l'Union africaine? رأي ديال المدرب. حنا اللي علينا نبقاو دائما غادي في نفس الاتجاه. نتسناو المباراة ديال المنتخب الوطني ونشوفوا شي حاجة. حنا اللي كنتسناو يمكن هذا رأيي ديالي يبقى عندي انا واش الناس معايا متفقين معايا ولا لا. اليوم دابا كاع المنتخبات اللي مشاركة في لاكوب دي موند ومع ما بقاش بزاف كيشوفوا المنتخبات ديالهم ويقول لك المنتخب دابا هو راه لاعب حداهم او ميم طون عندهم ديك لا فيزيون لاكوب دي موند واش عندنا منتخب اللي غادي نقدروا نمشيو نقرعوا به ديك المنتخبات الكبيرة وهذا هو الهدف اللي بغينا يكون عندنا احنا ان شاء الله مع المنتخب المغربي. انا يمكن المباراه ديال امريكا مباراه واش يستافد منها وحيد والناس المسؤولين على كره القدم واش يستافدوا منها دوك اللاعبين اللي كانوا حاضرين واش عارفين كما كنت كنقول دائما بان المباريات ديال كاس افريقيا لا تشبه بتاتا المباريات الدوليه اللي كنلعبوها مع منتخبات اللي هي قويه. انتم اصلا كتلعبوا في واحد الفرق في اوروبا كاين اللي كيلعب في فرق اللي هي شويه كيف كنقولوا عندها اسم وعندها تاريخ في الكره قلال وكاين اللي ما عندوش حتى المكان ديالو. فلهذا هاد المباريات اللي غادي يجيو هنا واش غتقدروا ماشي هما واش وحيد قادر منير يكون عنده شي اختيار ديال شي مجموعه ويدير لنا واحد يبصم لنا على واحد ان شيما تكتيك وتكنيك ونشوفوا دراري يعني ذوي اختصاص نشوفوا دابا كل واحد في المكان ديالو نشوفوا كل واحد كيقوم بالدور ديالو نشوفوا منتخب منير اللي يبان بواحد الوجه. نقدر نقول لك انا مع جنوب افريقيا ما تستناش انت 100% وما تستناش 80 60 الا قدروا يعطونا 50%. اما الا كنا غادي ندخلوا منير ونديروا شي مباراه بحال المباريات اللي كنا تعودنا عليهم ويكون فيها انتصار على ضد الاقصائيات ويكون فيها شي انتصار اللي راك تعرف انتصارات ديال سميتو ويقدر يكونوا اغلاط ويكون بزاف ديال الحوايج. انا بالنسبه لي تنقول بانه ما بقاش الوقت وما بقاش يقدر الجمهور المغربي ما تنظنش منير باقي غادي يتحمل يعني ماشي ما كنقولش شي مباراه غير جيده وانما ما بقاش الشعب المغربي كيتحمل يشوف منتخب ديالو لاعب وهو كيتعذب ولا ما كاينش هناك طريقه ما كاينش بزاف ديال الحوايج. هذا سوا سير سيرتان منير انه ما كنظنش شي واحد من المتتبعين ديال المنتخب المغربي غادي قبل مازال يتسنى الماتش ديال نهار الخميس يشوف فيه بانه يعني المنتخب ما كنظنش ما عرفت منير. انا هذا رايي ديالي نشوفه هو وحيد وحتى المجموعه اللي كيتوفر عليها اشنو واش باغيين يقدموا لنا ان شاء الله ضد جنوب افريقيا باش نشوفوا على الاقل منير شويه ديال الضوء ونقولوا هذه الفرقه هذه راه ناقصه غير هذه ولا خصها دير هذه. دابا المشكله فريق ولا منتخب كيدخل يلعب و شارد ما فوالا ما عندوش بزاف ديال الحوايج اللي انت تقدر تبازي عليهم كمتتبع. كيبان لك على انهم غادي بلا باترون بلا اش كنقول لك انايا انا شوف انا كنتحسر على المنتخبات اللي كنشوف دابا كلهم عندهم لي كابيتان ديكيب ديالهم تقريبا بمثابه مدربين. انا بني نشوف البارح مودريتش كيفاش تبارك الله دخل في التيران ولكن عاوتاني عطي ليكزومبل هو اللي كيجري هو اللي كيدير لي طاكل هو اللي كيدير. حنا باقي ما وصلناش ما عرفتش اش وقع عندنا الوغ كو افون كانوا عندنا بزاف ديال الدراري اللي دازو دي كابيتان وكانوا بنيت نعمل كيف كنقولوا حنا لي ليدر اللي كانوا. حنا اليوم دابا كتقدر تشوف واحد كابيتان ديكيب ولكن ما كيبانش لي كيبان ديجا هو ما بحال كيبان كيحس براسو بانه يمكن تيقول واقيلا انا براسي ما بغيت انا نشوف شي واحد عميد نيت ولكن عميد بمعنى الكلمه اللي يقدر يدخل ويدفع الدراري ويكون هو بعدا بمثابه مثال لهذوك الدراري. ما عرفت اخويا هادشي اللي كاين. انا كنظن في النظام ديالنا ديال كره القدم المغربيه احنا ما بقاوش كيحتملوا لعابه بهذا الكاليبر هذا. ايوا اللعابه اللي عندهم قوه الشخصيه وداك الشيء ما بقيناش كنستحملوهم. صافي وذكر بلي كابيتان اللي دازو كيفاش كانت النهايه ديالهم كيفاش كانت النهايه ديال الخرجه كيفاش كانت النهايه ديال النيبات كيفاش كانت النهايه ديال واحد المجموعه. فالفريق الوطني عنده جوج مباريات رسميه غادي تقال لنا ثاني راه المهم هو النتيجه ما عليناش المهم هو النتيجه ولكن كاس العالم راه خمس شهور الا كان عندنا اوبجيكتيف ديال نلعبوا مزيان في كاس العالم. اما راه ما معولينش
انهم تخطاو الدور الاول مثلا ولا نمشيو ابعد في كاس العالم، باستثناء بعدا اللي عندنا في يدينا هو ثلاثه ديال المباريات ديال الدور الاول. ابو ايمن قال لك لن يتحسن مستوى اداء المنتخب اداء تقنيا او تكتيكيا. ما بغيتش نتشائم ولكن حيت ما يمكنش يتصلح من في صيمانه. العقد ديال الوحيد كان فيه نصف نهائي ديال كاس افريقيا رغم انه ما وصلش ليه كمل معنا، كاين شي تفسير لهذا الشيء؟ خويا اللي تعطانا حنا انه كاين عنده ربع النهايه اللي كاينه رغم ان في التقديم الاولاني قالوا فيه نصف النهايه. نابيلوس خاسرين الا بقى وحيد وغادي نخسروا بزاف الا بقى وحيد، ثلاث سنوات وما بان لنا والو. سوسو اقسم بالله لو اعطيت الفرصه لفخر الدين لفوزنا بكاس افريقيا. يا ودي خلوه عليكم فخر الدين في التقار، الله يرحم الوالدين. الرئيس حميد احسن حاجه في هذا البرنامج هو نستانس مع الفريق ومنير محللين منطقيين خفيفين على القلب، الله يحفظك شكرا. المدرب الانسب هو احمد فارس. حاج احمد فارس عطى اتساع ولا شي ما يقدرش يهضر سي حمدي اذا كان جالس معاك راه غير يهضر معاك. عطى اتساع لا مسكين مش حال هذه كانت وقيله اخر تجربه لي في التدريب شباب المحمدي يمكن في 96 95 ماشي قضيه غير شي غير مرور غير مرور إيه. لا زعما جلوس في البوطو جلوس ولكن غير بشي طلبوه ولا شي حاجه ما سي احمد ما يمشيش. دريس قال لك واش الا تاهلات الامارات غادي تطلع ديريكت لكاس العالم؟ لا لا تعمل بيرو استراليا وتلعب مع اللي غير مع البيرو مع شكون مع البيرو مع البيرو لا البيرو 5 ديال امريكا الجنوبيه والبيرو هي اللي كاين البيرو. ماذا ننتظر من موسيماني اللي لديه ثلاث القاب تشامبيونز ليغ في تاريخه والوداد عندها ثلاثه الالقاب؟ واش كتقارن السي ادم؟ موسيماني راه عنده الحظ انه جا الاهلي ودا فيها جوج القاب اللي عرفناهم كيفاش داهم. اي واحد كان يجي بلاصتو كان غيديها جوج الاخرين بهذا الشكل باش كانت عليها المنافسه. السلام عليكم سي فخر الدين، واش في نظرك البدلاء ديال المنتخب على شاكله سامي ماي؟ مشى ليا الميساج. البدلاء على شاكله سامي ماي والمحمدي شي البدلاء منير شوف انا نعطيك واحد المثال واخا ما نقدرش نوصلوا ليه، هو البارح ديال فرنسا كتحس بانه كاينه مجموعه وفيها بزاف استغنى على واحد تقريبا كل شيء مهم في هذيك الفرقه ولكن هادوك اللي داخلين كيتسموا البدلاء وقدروا تعطاتهم الرسميه ما يبانوش لك بدلاء راه دخلوا راه هذيك الرسميه راه تيبانوا راه كنقول لك انا من الكارديان ديبيت وانت جاي راه ما كاينش فيهم شي واحد تما اللي ما تقدرش تعطي الكابيتان ديكي في باريس سان جيرمان هذاك القندوزي ديال مارسي عدد كبير ديال اللعابه اللي في الباير اللي في اذا اللعابه اللي كيقول لك يا ربي تجينا معيط هو على اللعابه اللي ديجا ما التنافسيه كاينه ما بيناتهم وما بين دوك الموجودين. انا سميتي بنزيما وانا اللي حداك ثنايا انت كتلعب في ريال مدريد لعبتي ما عرفتش شحال من ماتش انا عندي الماتشات وعندي هذا كيبقى غير القيمه ديال الجوار. حميد العزوزي نهار نعطي والاهل الميدان في الرياضه والصحه والتعليم والعدل والسكن غادي نفوتوا سويسرا ليه؟ ومواضيع مرتبطة ببعضيتها السي حميد. ياسين بونو يستحق أن يكون عميد المنتخب تسولي هو واحد من اللي ليدر علاش لا ياسين وراه خذاها شحال من مرة حتى هو. السلام عليكم محمد زاهر من الرباط خويا فريق علاش ما كاينش إجماع على رحيل أنت سميتيه هذيك أنا نسميه واحد خالد بوزيتش واش الناس كيشوفوا شي حاجة ما كنشوفوهاش؟ الآراء تختلف الله يرحم الوالدين ما تطولوش أمونير في هذا الشيء الآراء تختلف على دابا حنا جالسين أنا وياك واش تمني كتسوي تقول خصي يمشي؟ لا راه ماشي انت اللي غتصيفطو ماشي انا وماشي الجمهور عنده عقد مع هاد الناس اللي خدام عندهم كيفاش كيشوفوه؟ يقدر جاهم لا انا عبغيت نسولك كيفاش كيشوفوه حتى هما حنا حتى حنا ما كرهناش حنا القجاع والناس المسؤولين قولوا لنا كيفاش كتشوفوا تما واحد ماشي غير الناس حيت حنا ما تعي راسك. سلام سيمون روف خردين بغيت نعرف علاش ديبلوم كاف برو كيتعطى المدربين اكل عليهم الدهر ويتم تهميش الشباب. سي نور الدين هاد اللائحه اللي كاينه دابا هادو اللي كيبداو دابا ثلاث ايام دخلوا لا ما عرفت لكن هما بداو شحال بداو شحال هادي عرفتها اللائحه دارت شحال شحال على واحد اللغط كبير هاد الشيء اللي كتقول اللي كتهضر عليها علاش؟ لانه في المغرب ما عرفتش انا كنهضر سو كونترول زعما سير ما عندناش واحد لا فيزيون ديال اش من مدربين بغينا من هنا واحد خمس سنين اش من بروفيل بغينا من هنا واحد ست سنين دونك غتشوف بزاف ديال السميات دابا اللي في كابرو منهم اللي ما خدامينش منهم اللي سالاو كاع لا كارير ديالهم ما عندك ما دير.
في ظل وجود مدرب عالمي عدم وجود مدرب عالمي ناجح عاطل عن العمل، تجربنا لأفضل مدرب يفهم إفريقيا هو رونار وفشلنا معه، يبقى الحل الوحيد لقيادة المنتخب هو مدرب شاب واعد صاحب مشروع كروي بدون أهداف قريبة المدى. شكون هو هذا؟ سهل نبقاو نعطيو تفاصيل المعايير. شكون منتخب راه ما فيهش امونير هذه القضيه ديال بعيد المدى وقريب المدى؟ لا لا، المنتخب فيها القريب المدى. شي المنتخب واحد جوج ثلاثه كتبدا مع كتدخلها كتوقع معايا اليوم اقصائيات الله يرضي عليك. كاينش هادشي؟ ما كاينش الا الا تحت لك شي فرصه بحال اللي جات للراحل هنري ميشيل. جا في واحد لا سيزون اللي كنا مقصيين فيها من لا كوب دافريك، وبقى عنده سيزون كلها كيلعب لي ماتشات كيبريباري زوينه زوينه مونير. هي فين تبنى منتخب؟ قول لهم دابا راه غادي ما لعبتش على الاقصائيات وداك الشيء وغنبريباري، صعيب الحال. ولكن انت كل مرحله عاوتاني عاوتاني كلها. ديك الساعه راه كندور هنا الدار 4 من الوداد، 5 من الرجاء، 6 من الليفار، طلعت ديك الساعه وكانوا عاد اوروبا. كان ديك الساعه نيبات وحجي ونجيد بويبود وفرتوت وتريكي هذا شي خمسه هكاك، مازال ما مشاش شي بوب هنا. شحال ديك الساعه الدراري اللي خارجين والدراري تبارك الله. كان كان نريد اطر وطنيه مثل السلامه وسيف خر الدين امين تورينو. ايه تريد نريد اطر وطنيه، ولكن فين؟ حدد لينا فين بغيتيهم. احسن حاجه درتيها سيف خر الدين عرفتي، رجع بك لذاك الشيء ديال السيمانه الاولى فاش يلاه بدينا البرنامج. هذا التعليق ديال السي احمد بطوي، قال لك احسن حاجه درتيها السي فخر المغرب انك شحال هذا واحد الموضوع ما كنجبدوش، اللي كيسولنا كنقول لهم شكرا صافي راه ما مشيتيش. باش يلاه جيت لك. سلام سيمونير وفخر الدين، قال لك العكوش وشاكله وبرقوق والله ما يلقاو بلاصه في شباب هواره. لا ما نهبطش انا كاع على هذا النيفو. هاد الدراري هادو اللي فاقدين التنافسيه في المنتخب الاول واش يقدروا يلقاو بلاصتهم في بريمير ديفيزيون في المغرب مثلا مع الوداد مع الرجاء مع ليفار مع بركان مع واش يقدروا؟ هادشي اللي لم ولا ننتظر. تكلم جمال، تكلم نعم السي جمال تفضل. السي جمال مرحبا. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. لا مزيانه هذه والله الا زوينه هذه. بعض المرات هاد لوسين كيكون بين اللعاب ولادجوان في لو ستاف الا كي حيت انا وجمال كيديرين باغي نخرج ندير شونجمون. نذكر بالرقم الهاتفي للتواصل 0522 32 92 92. جمال معنا متصل. نعم معنا متصل اول في حلقة اليوم، سي رشيد من كازا. مرحبا سي رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا سي رشيد. دايرين بخير؟ الله يبارك فيك اخويا الحمد لله. سي فخر الدين. نعم خويا. احتراماتي. الله يبارك فيك. واخويا شحال هادي ما هضرتش معاكم، جات في هاد الوقيتة مناسبة مزيانة. مرحبا بك. باش نباركوا الكره المغربيه على هذا الانجاز الافريقي. مرحبا. او سوبر كوب سون بوستون ماروكان ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. هادشي علاش عيطت اخويا ونسلم على فخر الدين. الله يبارك فيك السي رشيد. ديما وداد اخويا فخر الدين. شكرا لك. شكرا لك. الله يحفظك اخويا رشيد. شكرا لك. شكرا لك. الله يحفظك. تهلا فيا انت هو. واحد الحاجه في حق هذاك السيد. قلال ولاو قلال بحال هاد الناس. وقول لي ويت الله فيا ملي ولا قلال. وانا كنفهم فخر الدين راه بحال هاد الناس كيتعذبوا في هاد الوقت. راه الا ما بغيتيش تشوف. الله يبارك فيك. ما كاين مشكل السي رشيد، ما كاين مشكل. واخويا شكرا برنامجك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك الله يوفق. الله يحفظك. الله يحفظك اخويا رشيد. مبروك علينا العرس. الله يبارك فيك. شكرا لك خويا. شكرا رشيد. شكرا لك. شكرا رشيد. بغينا نتعذبوا احنا مزيان. مزيان تعذب. جميل ماشي كتعذب مزيان الحمد لله كتحس بانك راك كاينين الحمد لله راه طوك عندك عرف راك الحمد لله راك غادي مزيان. انا العذاب الوحيد اللي معذبك ما عندي ما نخبي فيه اللي معذبك ملي كتقول ترك واحد الحاجه مثلا بيضه انت كتشوفها عينيك شافتها بيضه ولكن اللي ما متفقش معاه بانت ليه بلون كاسي يقول لك لا انت فاعل انت تارك يا راه بلون كاسي. يا ودي اختلف معايا قول لي انا بانت ليا حتى انا بانت ليا صافي. ليش الاختلاف في الراي عندنا في المغرب يا اخي؟ راه تا هو تربيه. انا خساره ديما نقولها لك تربيه والله العظيم منير. مع كامل الاسف مع كامل الاسف كل شيء تربيه كل شيء تربيه. المكتب الجامعي يستعد للتغيير. الجمل العام غادي يدار نهار 24 ان شاء الله في هذا الشهر. وحسب المساطر حسب القانون كانت الجامعه اعلنت على البلاغ ديالها على فتح باب الترشيح للراغبين
في لي ترأس الجامعة ولعضوية المكتب المديري سالت ترشيحات نهار السبت بتقدم لائحة وحدة اللي على رأسها فوزي القجع، ولكن لم يتم الكشف على شكون هاد الناس اللي كاينين في اللائحة. احنا اللي نتمنى هو ان اي واحد يكون غادي تضمن اللائحة يكون الامر هو خدمة كرة القدم الوطنية والقطع مع مجموعة الاشياء اللي هضرنا عليها طيلة هاد الولايات. انا بغيت نسولك السي فخر الدين، اي عضو اي مسير انت بحكم كتابع الكرة وخدمتي مع مسيرين وداك الشيء، ملي كترشح لمنصب ديال منصب على المستوى الوطني شنو المفروض الشروط اللي خصها تكون في هذا المرشح؟ واش كيف كنسمعوا دابا راه خاص الفرق تكون ممتلة وداك الشيء، ولا ان رقم واحد الهدف هو خدمه المشروع ديال كره القدم في المغرب؟ اول حاجه هو خدمه المشروع ديال كره القدم. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وملي كنتكلموا بهذه المناسبه السيد اللي هضر معنا قويله وقال لنا على القجع، بما ان كاين دابا القجع وشفنا بزاف ديال التغييرات، هذا المركز ديال المعموره الحمد لله اللي دار بزاف ديال المشاريع اللي هي كانت وبقات في اطار ديال سميتو، منها الملاعب اللي كنقول انا اللي صار عليها دائما صاحب الجلاله محمد السادس صلى الله عليه وسلم بالدعم ديالو باش هذا الشيء الحمد لله الدوله المغربيه. فانا كنقول اليوم الاتجاه ديالنا اللي خصو يكون والاتجاه ديال رئيس الجامعه اللي غادي يكون من بعد هذا الجمع العام، النظره اللي خاص تكون عندنا منير هو خصنا نشوفوا كيفاش نديروا كره القدم المغربيه، كيفاش خصنا نشوفوا المنظور ديالنا ملي خصنا نشوفوا. واش كيبان لكم بانه البطوله هي هذه وخصها تبقى في هذا الريتم وخصها تزيد، ثم واش التسيير هو هذا اللي بغاته الجامعه اللي كدير الجامعه في الكره ديالها على حسب الموديل اللي بغات هي الموديل اللي كدير هي دابا مع المنتخبات، واش هو الموديل اللي كاين في الفراقي؟ الله يرحم الوالدين. نفتح واحد القوس انا سمح لي، لانه القانون مع كامل الاسف القانون في المغرب خصك ديك التمثيليه، نسبه من الرؤساء ديال القسم الاول، نسبه من القسم الثاني، الهوات الى غير ذلك. هنا ما غنرجعش نهضر ثاني على ازدواجيه المهام انه رئيس فريق وعضو مكتب مديري، هذا قانون اللي كيقول هذا الشيء القانون، غير هو اللي قال فخر الدين ان هذوك النماذج اللي بغيناها تكون في المكتب المديري يكونوا هما اصلا ناجحين في الفروق ديالهم حيت علاش انا هو الا بغيتي تزيد بكره القدم ثم الضرب بليد من حديد على جميع الاختراقات اللي تكون شي اختلالات كيتكون منير، ما باقاش نتعطلوا، خصنا الا قدرنا منير نوصلوا لهذه ان شاء الله غادي نكونوا غنبداو ننجحوا بشويه بشويه، لانه ذاك التاخرات وذاك الشيء ديال العقوبات اللي كتنزال ولا انه بحال اللي شفنا مؤخرا ومع كامل الاسف البيضي ذاك الشيء ديالو اللي دار وثم يتمنى توفى واحد الوقت من الاوقات وكنشوفوا هذا ونشوفوا هذا. حنا يا ريت الجامعه الملكيه المغربيه وعلى راسها كنقول انا ما كنظنش غيجي شي رئيس اخر من عند وزير القجع، ما كاينش وزير القجع دابا ما كاينش. انا كنقول بانه الا جلسنا الارض اول حاجه خصنا نشوفوها اش بغينا من الرياضة ديالنا، اش بغينا من 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 كرة القدم. وي او طونك جامعة ما غاديش نناقش معاك، غتقول لي احنا كجامعة ملكية مغربية وفرنا وفرنا وفرنا، ولكن حبس غنبداها من المنتخب المغربي، اشنو هو البروفيل اللي بدنا خصنا نشوف ديال المدرب، اشنو هو هادشي اللي واقع علينا ما قدرناش نجيبوا لكم دافريك، تهدر على استفهام. هذه خصها تكون مثلا مستقبلا خصها تكون واش غير قرارات الرئيس ولا خص يكون شي جماعي؟ لا بالعكس، راه كنقول لك انا خصي اللي غيكونوا الناس اللي غادي تجيب ناس، راه خصنا منير انا كنقول لك خصنا نبداو نشوفوا اجتماعات مره في الشهر ولا مره في 15 يوم في داخل الجامعه وتنقل هذاك الشيء ونسمعوه ويكون النقاش، راه ما بغيناش حنايا رئيس الجامعه هو يقرر والاخرين كيصفقوا وكلشي كيسمع والاخرين ما كيتواتفوا ما كيهضروا، يمكن فين كيخرجوا من تمايا كيهضروا تيقول لي لا ولا هذا لورك هو انت حدا كي قلتي انت ما عندناش القضيه ديال الراي والراي الاخر، راه كل بغيتي تزيد. اما اذا كنتي غادي غير تجي وتشوف الهرم هو الفوق هو الجامعه والتحت ما تنزلش، لان خصك تشوف الفرق ديال القسم الوطني الاول والثاني تشوف الهوات وتشوف ماذا يقع خصوصا في الاقسام الهوات في المشاكل اللي كتعرف في المباريات العصبه ديال كره القدم النسويه كلشي منير العصبه ديال الكره المتنوعه اللي فيها الفوتسال وفيها البيسوكر. انت قلت يا البحث مشروع على ان يكون عندنا بطوله ديال اي 15
ولا الايديسات اللي قلتي انت يبداو يلعبوا تما بطوله وطنيه. هذا هو التفكير، خصنا دائما نزيدوا حيت حنا غدا ان شاء الله حتى واحد ما كيدوم في شي بلاصه، ولكن بغينا حنا غدا فوزي الى سالت المهمه ديالو ولا شي حاجه. ما يمكنش تحيد واحد شي حاجه اللي كانت في العهد ديال واحد الرجل على انه كان. حنا دابا ملي كنهضروا على السي عبد الرزاق مكوار الله يرحمه، تنهضروا على شي حويجات اللي هو مات الله يرحمه، ولكن وباقيين باقي دابا كاينين. راه مركب دابا ديال محمد بن جلول، راه كنظن السبب هو بالربيع ديالو بداك الشيء كاع اللي كتشوف فيه، راه البدايه هذاك الشخص. اذا حنا هكا بغينا، ما بغيناش حنايا يسالي واحد الشخص معين ويمشي. منين بغي نجي انايا كنلقى عاوتاني كلشي رايب والبدا من جديد، صعيب الحاله مولير. ناخذ معنا متصل اخر، سي حسن من منقرير. مرحبا سي حسن. السلام عليكم. تفضل سي حسن، الا كان ممكن تنقص شويه من الراديو عافاك. كي داير بخير سي مولير؟ الله يبارك فيك سي حسن، بارك الله فيك. كي انت كي داير سي صفخ الدين؟ ها هو معاك اخويا، الله يبارك فيك. سول عليه كي داير انت، كي داير سي فخر الدين؟ كنسمعك مزيان سي مولير. ولا انت واقيلا اللي عندك شي حاجه. تفضل، كتسمعنا مزيان دابا؟ نعم كتسمع دابا؟ والو شوي ياك لاباس. انقطع الخط على السي حسن، لا ممكن تعاود تجدد بنا الاتصال. ها هو جمال غادي يشوف معك كيفاش ان الصوت يمشي مزيان. كاين واحد النقطة أخرى، ودائما شوف راه ما غادي وصلات مجموعة ديال التسريبات بخصوص الأسماء اللي كتضمنها اللائحة. شخصيا كاين تحفظ على بزاف ديال 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 الناس، ولكن كيبقى الاختيار ديال الرئيس، لأنه ما كاينش لائحة منافسة، ما غاديش نقدروا نقولوا حتى شي حاجه. وهذا الشيء واش يخالف القانون ولا لا يخالف، لانه اللائحه ديجا خصها تكون محطوطه. ما عليناش، انا كنناقش غير الشروط الواجب توفرها الا بغينا نزيدوا، الا بغينا نزيدوا لقدام. كاين واحد النقطه خاصه كيهضروا فيها بزاف الجماهير ديال الفرق الكبرى، هو ملي كيكون شي عضو من اي فريق ينتمي للجامعه كنبداو نقولوا حنا راه عندنا تمثيليه او حنا ما عندناش تمثيليه، ما كاينش اللي كيدافع على المصالح ديال الفرقه. في الى اي حد هذه القضيه هذه خصها بعدا مصلحه الكره هي الاول عاد مصلحه الفرق. هي راه كدار، وهو ملي كتهضر مع ذاك ولكن واقع. لا هو واقعي، ولكن ملي كتهضر مع المسؤول ما تنظرش يمشي معك الى ابعد حد في هذه القضيه هذه. مع العلم ملي هضرتي مع الناس كاين من يعني تيقول بان هذا الشيء كاين ويقدر يعطيك حتى هو حجوج ويقول لك فوالا واش عقلتي على الماتش الفلان الفلاني، واش عقلتي على الاربيتر، واش عقلتي، ما عندك ما تدير. وهذا هي اللي كتخلي هذا الانتماء ديالك لواحد الفريق وتم الاشتغال ديالك داخل الجامعه الملكيه ولا العصبه هي اللي كتعطي هذا القال والقيل اللي تنقولوا حنايا. وما يمكنش لك تحيدوا لكل شيء، ما عادي 100% ديال الشعب المغربي ولا الجمهور المغربي تقدر تقول 5% راه هذا الشيء ما كاينش يقول لك امين، ولكن 85 تقول لك لا خويا هادشي اللي كتقول انت سي فخر الدين ما متفقش معاك، هادشي هو اللي كاين. وهذا هو اللي كيخلي تضارب في الاراء وتيخلي دائما بعض المباريات اللي شفنا بركان ملي كتكون لعبه، شفنا الوداد، شفنا يعني عدد كيبداو يخرجوا جماهير لا حقا الاربيتر جامعه عصبه. ولكن هادشي انا بالنسبه لي كيبان لي فيه شويه ديال ما نقولش فيه مبالغه، لان علاش؟ انا ما كنظنش منير رئيس ديال الفريق غادي يتجرأ حتى ولو الاشتغال ديالو في واحد المنصب غادي ينوض ويفرض راسه على شي حد ولا هادي، هادي راه غتكون صعيبه وصعيبه بزاف. انا اللي بغيت نقول هو حتى الناس اللي كيسيروا ما يبقاوش يديروا بعض الاخطاء على مستوى البرمجه ومثلا ولا التعيينات ديال الحكام، خص داك الشيء يكون شفاف وواضح باش ما يفسحش المجال. هذا الشيء اللي كنقول لك انا، انا بعض المرات كتجي كي غادي تقنع شي واحد انا راه هذا هو المشكل، هو خاصك تشرح ليه. قلت لك انا راه 5% غيقول لك واخا حنا معاك السي فخر الدين، ولكن 85 يقول لك لا حيت الجمهور المغربي مقسم وكيعطيوك وقائع. تعرف واحد القضيه، الجمهور المغرب راه ماشي محدود هنايا، راه المغرب كامل وكل واحد كيغير على فرقته. صحيح. هو كي غدير اليوم؟ يلا كي غادي دير؟ ما عندك ما دير. راه خسر هو بالكوره. الفرقه ربحات بالكوره. ولكن غيبان ليه غير الخطا غيبان ليه شي خطا اللي هو هذا ويسبب ويقول لك حقا الفرقه عاونها الاربيتر ولا هذا. نمشيو ناخذوا معنا السي العمراني من كازا. مرحبا السي العمراني. الو السي العمراني. نعم سيدي. اهلا وسهلا. الله يخليك، بغيت نسول السي فخر الدين. تفضل. الو تفضل السي العمراني. تفضل تفضل.
قلت السي فخر الدين ذكرتني الحاج مكوار الله يرحمه والاستاذ الزاين، ولكن كيبقى لنا في كنبقى في حالي ماشي تقول واحد السيد حتى هو ضحى مع الوداد. شكون هو؟ هو الله يرحمه راه تيعرفوا السي ربحي هو القباج طالب، راه كان في الكوميتي ديال القباج القباج طالب كان تعزيز عليها. اييه 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 لا عندك تكون واحد القضيه راني كنجيبو حنا راير هذه مجرد ذكرى ديال ذكرى الوفاه ديال سي عبد الرزاق مكوار وجبدنا فيها واحد وما راه عطاه الله راه كاين دابا المعطي وارث اللي راه هو مريض كنتمنوا ليه الشفاء. كاين واحد الاستاذ العلام السي الخميشي الله يرحمه الحاج مقتدر اللي راه باقي تواحي راه الا بقيت سميتو غادي استسمح الى ما كي قلتي انت الى ما خرجاتش لنا شي سميه. راه عدد كبير من المسيرين الحمد لله ديال فريق الوداد راه ملي تنقولوا المسيرين راه ماشي 10 ماشي 20 فهمتيني راه تبارك الله وصل عني مشى السي العمراني السي العمراني مدينه الدار البيضاء. واحد السيد هنا قال لك سمحوا لي نرد على رديكم لتعليقي، انا عكس ما قال السي فخر الدين لان وجود اللاعبين في المغرب اصبح نادر وسنهم كبير ونكتفي بلاعبين درجه رابعه في اوروبا، لذلك مدرب بعيد. انا ما عرفتش انا ما جاوبتش على هذا، يمكن اش قال هو. هو قال لك كنرد على رديكم لتعليق على تعليقي على تعليقه هو اش قرينا اش كان قال في التعليق ديالو هو اللي ما عقلتش السيكات شنو قلتي. لذلك مدرب واعد اجنبي ومغربي لا يهمني اصله يمكن يبني فريق. هو كيدوي على قلبنا هضرنا على الاختيارات ديال الوحيد والتنافسيه عند اللعابه وداكشي يمكن يكون لك هذا الشيء السيكات. ويمكن انت هذيك القضيه اللي قلت لي انا بان راه اي واحد غادي يجي غادي مطالب بالنتائج. فهمتيني انت هذه اي واحد غادي يجي مطالب بالنتائج. فعلى اين كاين واحد الاشكال اخر مازال غادي نجاو ليه لانه كنقرا بزاف داك الشيء غير باش نوضحوا. العصبه الاحترافيه حتى هي عندها جمع عام نهار 20 في شهر 6 على عكس الكثير اللي كيقول بانه راه نهايه الولايه ديال سعيد الناصري وماشي من حقه انه يترشح. سعيد الناصري بقى ليه عام، باقي ليه عام على نهايه الولايه ديالو وما عندوش الحق يزيد ولايه اخرى طبقا للقانون 30/09. فتا العام الجاي عاد غنشوفوا واش كاين ترشيحات لمنصب رئاسه العصبه الى غير ذلك. اما بالنسبه للجامعه تم فتح باب الترشيح تقدم حتى شي واحد، كاين السي فوز القجع معاه مجموعه من المسيرين اللي غادي نجيو نتعرفوا عليهم في موعد اخر في حلقه اخرى. غادي نجيو نهضروا على لانه اللائحه ديال القجع فيها بزاف ديال التمثيليات، باقي النقاش على تمثيليات الحكام اللي كان فيها جدل كبير حول من يستحق ان يمثل الحكام بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كانت تاسست واحد الجمعيه اللي سميتها جمعيه الحكام الدوليين السابقين وحكام القسم الاعلى اللي كيترأسها السي يوسف مبروك. من بعد الاسبوع الماضي كنا اشرنا انه هناك جمعيه اخرى ستتاسس او غادي يتم تجديد مكتب بمدينه خريبكة تحت اشراف اربعه الناس في اللجنه التحضيريه اللي هما السي يحيى حدقاسي جمال كعواشي السي احمد القنديشي الى غير ذلك. راه تاسس هذا المكتب تجدد هذا المكتب ولكن حسب المعطيات اللي عندي والاتصالات اللي درت ما كاين حتى شي بلاغ، ما كاين حتى شي لائحه، ما كاين حتى شي حاجه اللي خرجوا بها هاد الناس في الجمع اللي دار في خريبكة. فاحنا كنتسناو من هو الاسم الذي ستتضمنه اللائحه ديال السي فوزي القجع، واش المكتب اللي تم التجديد ديالو في خريبكة او لا الجمعيه اللي كانت تاسست اللي سميتها جمعيه الحكام الدوليين السابقين وحكام القسم الاعلى. هادشي غير باش ندير هاد التوضيح. نرجع بك للكره شويه. الفئات الصغرى ديال المنتخبات الوطنيه لعبت دي ماتش اميكو نهايه الاسبوع، لي يو 17 مع سعيد شيبا اون ديبلاسمون في ليبيريا، مع لي يو 20 مع المدرب محمد وهبي حتى هما اون ديبلاسمون في ليبيريا ربحوا، ولي يو 23 ديال هشام الدميعي ربحوا منتخب موريتانيا الاول. وانا غنركز على المنتخب الاولمبي وغنركز على ان الموقع ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كيعطينا غير اخبار ديال مباريات المنتخبات وما كيعطيناش الاخبار ديال التجمعات واللوائح. بغينا نشوفوا شكون هما اللعابه اللي مشاو، شكون هما اللعابه اللي كيكونوا هذه المجموعه مثلا ديال هشام الدميعي. فبطريقه او باخرى حصلت على اللاعبين اللي كاينين، علما ان اللي كيعطيك بحال هكا كيقول لك عافاك ما شتيني ما شتك، وكاننا كنهضروا على شي سر من اسرار الدوله ما خصوش يخرج من تما. ما عليناش، المنتخب الاولمبي اللي لعب ضد منتخب موريتانيا كيتكون من اللاعبين الاتياتي اسمائهم. انا غادي نقرا عليكم السميات باش حتى الجمهور يعرف اللعابه اللي كان نورمالمون كنهضروا عليهم في البطوله واللي خصهم يكونوا عندهم مباريات ويكون عندهم بزاف ديال الاشياء في رجليهم. المنتخب الوطني دي او 23، واخا سمحوا لي عطوني اقل من 30 ثانيه غادي نعاود نعطيكم هذه التشكيله ديال الفريق الوطني المغربي.
المنتخب الأولمبي اللي لعب ضد المنتخب الموريتاني كتكون سيدي من هيثم عبيدة. هيثم عبيدة لاعب ديال ليوفان اللي كانوا مع زكريا عبوب، أمين الوزاني، عمر خيلوطي أحد المسجلين ديال الأهداف، كاين إبراهيم القادري، بلال وشرف، بلال وشرف لاعب ديال مالاغا اللي كان في ليوفان، يوسف الغزال حارس المرمى، محمد جواب ديال الأكاديمي، محمد سوبول ديال فريق الرجاء، زكريا دريوش ديال الشباب المحمدية، عادل تحيف اللي كيلعب في شباب المحمدية كذلك، كاين عبد الله فرح فريق الرجاء، رضا أسمامة الحارس ديال اتحاد توركا، أكرم النقاش في اتحاد توركا، هناك سفيان بن جديد اللاعب ديال الرجاء، كاين اشرف رمزي ديال الفتح الرباطي، ومروان اهرو اللاعب ديال اتحاد الزموري للخميسات. هادشي اللي قدرت نوصل ليه لحد الساعه باش نديرو حنا كنهضروا على اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الاولمبي واللاعبين اللي كيلعبوا في البطوله، حتى حنا نكونوا امناء شويه. كنعرف ان انت غتقول لي لا، بغيت نقول لك زعما راه مشيتيني ما شفتك. اي صافي، مشيتيني ما شفتك انا. لا قالوا لك مشتيني مشتك. وهذا مسكين اللي دار معنا المجهود، قال لك ايوا مسكين هذا شوف دار تمحل معاك وقال لك مشتيني مشتك. ما كون هضرتي على اللي مسؤول نيت وقريب من هذا، ما الله غادي تسمع حتى انا خويا مشتيني مشتك. صافي ما شتيني مشتك راه فخر الدين. ايوا انا ليله انا عطيت راسي قيمه وثلا انا قلت لك داك النهار انا غير من باب شي واحد اي انت راه المهنه اللي كتفرض عليك تعرضك مهنه، ولكن المهنه ما واش يعاونوك عليها. لا اله الا الله، انا هضرنا على شي حاجه اللي هي ما ديجا ما باش توصل وما عندي ما نقول. ما تفرجتش هذا الماتش، ما شفت والو، ما كاين حتى شي حاجه. حميد العزوزي قال لك نتفائل بمغرب جديد رغم فساد المسؤولين في هذه البلاد، راه زاويه شريفه وراه حتى شوف كره القدم والله العظيم في هذه البلاد راه شريفه، وخاص اللي ما غيخدمهاش يبعد. صفري صافي سي فخر الدين، راه حنا غادي نربحوا وما تسناش الاداح، خلاها سير الكراكي. لا غير هو الاداء مع المنتخب ماشي هو الاداء مع الفريق. باش نتفاهموا، والعماده مشات مع النيبت. وكل دازو دي كابيتان ديكي. نقدر نزيد مورا النيبت، كانوا قيله طلال. كانوا الدراري. شكون اخر؟ كانت عندهم ديك كانوا دي جوار اللي عندهم هذيك الكاريزما. لا كاينه ديك الكاريزما لانه عميد فريق. كاينه ولكن ما عرفتش وقع مؤخرا. سير اسيدي. دابا كتمال شادي فان. بلا ما تخصم عليها السي فخر الدين. شكرا لك فخر الدين، تلاقاو غدا ان شاء الله. تلاقاو غدا ان شاء الله.